لسه ما استأجرنا بيت، بس فينا ناخد أنيس ونروح ناكل سمك بالمضيق، معنا مصاري بيكفوا. بعرف إنه دائما عندك أفكار حلوة. يلا يلا. مرحبا منار. أهلين أنور بيك. أنور بيك، دير بالك معصب. تفضل. لا تأخذني، عم اضطريت أتأخر. صاير شي بالبيت مرة تانية؟ بلا طبعا. حدا حكى لك؟ لما تأخرت دقيت على البيت وروان حكت لي. طيب حكيت مع البابا شي؟ ما رد على التليفون. أبوك رايح لحاله على مطعم الياس. لكان راح بعد ما مشيت. كتير تضايق، ما كان متوقع يصير هيك. شو كان متوقع؟ أنور أبوك جانن يعني؟ مفكر إذا حجز على غراضة رح تتجوزه فوراً؟ طيب شو يعمل؟ هو يمكن بيعبر عن حبه بهالطريقة. لا، يمكن لو ما تصرف هيك وما حاول يضغط عليها لهالدرجة كانت وافقت تتزوجه. أي المرة كمان بتحبه، بس لما يتصرف هيك تصرفات أكيد رح تهرب. هيك بيكون عم يخنقها، أبوك عم يخنقها بحبه. أول مرة بيصير معه هيك شيء، وأكيد ما رح يعرف يتصرف يا عمي. المهم هلأ نشوف شو بده يصير. أحلى شيء إنما نزلت الولد. كل شيء فات ببعضه يا عمي، كل شيء. منيح اللي أمي مانا هون. لو شافت اللي عم بيصير كان أكيد قلبه وقف. أي والله. سمعت قال أنت كمان مزعوج. مين قالك؟ والله منار قالت لي لما دخلت. شو بقى هاي، جدبة ولا غبية؟ لسانها صار بده قص. إذا ضلت هيك رح أقلعها. لك أنور، مو بس عم تقلك لإلك، عم تقول للزباين كمان أحمد بيك معصب كتير، اتصلوا فيه بعدين. عجبك هالحكي؟ وصلت الفكرة، يعني أنت عن جد معصب. هات لشوف، احكي لي عمي شو صاير. هاي مرت عمك. بتعرف المول اللي جنب بيتنا اللي له سور كبير من برا؟ ايه. طلعنا من البيت وهي بتعرف إنه في نزلة قوية. طيب قامت حضرتها، علقت الغيار لقدام ودعست بنزين، وأنا قاعد جنبها وفاتت بالحيط. شو؟ طيب صار شي؟ لا ما صار شي، بس السيارة جديدة ودفاع يا أحمد. هلأ بعتناها على شركة الصيانة، القسم الأدماني كله رح يتغير. وين مرت عمي هلأ؟ حرام، انتزع مزاجها وأخذت مني المصاري وراحت لعند دكتور التجميل، بركي بتروق مزاجها شوي. والله يا عمي ماني عارفان إذا لازم أضحك على اللي صار ولا أبكي، عن جد ما بعرف. علي يحيى، قلت لحالي بلا ما أسألك، بس يعني اليوم وضعك مو عاجبني بنوب. وأنا وضعي مو عاجبني بنوب يا الياس. بيقولوا لي ما بيحكي وجعه ما بيلتقى له دواء. أنا مو من الناس اللي بيحكوا عن وجعهم، وأنت بتعرف هالشي. وجعك معروف شو هو، بس انت ما عم تحكي. والله ما في داعي الناس تعرف عني كل شيء. شي مرة بس لا تعصب علي، انا بضل اكبر منك. انا ما عم اعصب عليك، على كل شيء، على الدنيا. لا تعصب على الدنيا، تأكد انه لو شو ما عم بيصير معك سببه انت وبس، ولانك انت اللي بدك هاي يصير. شو عم تحكي انت؟ ما كان ناقصني غير انت تجي تبهدلني. ما كان قصدي بهدلك، انا كنت عم بحكي بشكل عام. بس ما في بالعادة تحرد بسرعة على يحيى. شو قصدك بسببي؟ طيب اشرح لي هالحكي لشوف. ما فهمت عليك. هلأ انا بدي يصير معي اللي عم بيصير؟
بس تتعلم تسمع اللي عم يحكي معك وقتها رح اشرح لك كلامي. صحتين وهنا. يا اهلا وسهلا، تفضلي فوتي خطفه عزيزي. طبخت لك رز اليوم. وانا عم بقول من وين هالريحه الطيبه اللي شاهي. بعرف انك بتحبه اكيد كتير. بيكون طالع معك بياخذ العين. الله 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 يا عيني. اوه ما شاء الله. صحتين وهنا، طبخت لك اياهم بالسمن العربي. حبيبتي رؤى زكاتك، عملي لي قهوة خليني ارتاح شوي. تكرمي خالة فخرية، تفضلي قعدي. شو وين كنتي؟ كنت عم بكوي بس والله ظهري انكسر. انتي اصلا ظهرك عم يوجعك، ليش تكوي التياب خالة فخرية؟ كنت انا رح اكويهم المسا. اذا تركتهم للمسا رح يصيروا كتار. ما شاء الله هلا اهل البيت صاروا كتار وما عاد فينا نأجل شغل لبعدين، للأكل ولا حتى الكويات. مو مشكلة، هي نجلاء رجعت، رح نتعاون نحن الثلاثة. مزبوط رجعت، بس هي ما فينا نعتمد عليها. شايفة؟ من الصبح ماني شايفتها. بتكون عم تنظف الملحق. خالي البنت عم تشتغل، لا تظلميها. روحي وشوفيها. هلا بتكون قاعدة برا ومفكرة حالها هي صاحبة البيت. بتكون عم تتصفن بالسما ومدري بشو عم بتفكر. سألتيها شي؟ عرفتي مين الشاب اللي عشقانته؟ معقول ما حكيت لك شي؟ لا ما حكينا بشي خالي. وهي شغلت لك ياها. شو يعطيكم العافية. تسلمي. تسلمي بنتي، تفضلي. شو القصة؟ لا لقيت شاهيناز ولا ماتيلدا ولا مسعود بغرفهم، تعرفوا شي وين بلاقيهم؟ قاعدين بالجنينة. بدك منهم شي نادي لك إياهم؟ لا بس أنا كنت فايتة أتحمم وكنت بدي خلي شي حدا يروح يقعد عند الولد لبين ما أطلع، بس مو مشكلة. استني، أنت روحي تحممي بنتي، نجلة فاضية. رؤى ركدي لعن نجلة وقولي لها تقعد عند الصبي. ماشي خالة فخرية، رح قلها فورا. شكرا كتير خالة فخرية. شو علي يا بنتي؟ تعي أنا كمان رح أطلع معك لفوق وأعطيكي منشفتك، كويتلك ياها قبل شوي. لا ما في داعي، لا تعذبي حالك وتطلعي، قولي لي وينه وأنا باخدها. أنا منيحة ما فيني شي ورح جبلك ياها، لساتني صبية يا بنتي. خوفتيني نجلاء. انت شو صاير لك؟ على اساس ما بتعرفي انت كتير عم تشلقي امك، ها كل شوي عم تسالني شو صاير معك. ما قلتي لها شي؟ ما هي طبعا ما قلت لها شي، معقول بس هي حاسه بشي.
حاسة حالي كتير متضايقة رؤى. هلا إذا ما رجعت اشتغل عند ست مريانا شو رح يصير فيني؟ رح ضل هون هيك ومن دون كمبيوتر. ما بعرف، بس هلأ لازم تطلعي وتقعدي عند الولد. روان مشغولة، يلا روحي بسرعة. طيب يلا. مرحبا. أهلين. شو الاستقبال ولا؟ لا ما في شيء أخي، بس هيك مزعوج شوي. واضح، حكي لنا لشوف. مزعوج من رفيقتي؟ بدي أسألك مرت أخي، أنت اليوم حكيتي مع نجلة شيء؟ لا، لأنه ما فتحت النت بنوب. هلا يمكن فتحته بس ما طلعت أونلاين، والله ما بعرف. إذا ما فيها أحراج معلش تدقي لها. عم تستناني لأجي ودق لها؟ أنا ما فيني اتصل فيها، افهمي منها وينها هلا وليش ما فتحت النت. يلا دقي لها مرت أخو، حرام الشبع شقان. طيب ماشي، رح دق لها بس هالمرة رح خبرها. لا لا اوعيك هلا. ألو. نعم. مرحبا ست مريانا، أنا إيمان، طمنيني عنك. إيمان؟ أنا منيحة حبيبتي، أنت كيفك؟ أنا منيحة كتير. أنا أسفة إذا عم بزعجك، بس بقدر أحكي مع نجلاء شوي؟ نجلة مو هون، هي عندكم ببيت أبوكي، دقي لهنيك. يعني ما أجت اليوم؟ لتكون مرضانة؟ لا، صارت شغلات تانية، تخانقت مع أبوكي اليوم ويمكن نجلة ما عاد تقدر تشتغل عندي. طيب شكرا، باي حبيبتي. كأنه في شي صاير، قالت انه نجلاء ما عاد تشتغل عندها. كيف يعني؟ شو القصة؟ البابا والست مريانا تعرفوا. يا الله، وانتو كمان ما في عندكم كمبيوتر؟ ايه، وانا هلا شلون بدي احكي معي يعني؟ بهالحالة صرت مضطر تعترف. ايه تقول لها انت الحقيقة ولا انا روح قل لها؟ برأيي إذا بتصل أنت بنجلاء بيكون أحسن. صار لكم زمان قاعدين هون، أمي عم تسأل إذا جاتوا مشان تحط العشاء. لا أنا ما جعت، مو جاي عبالي أكل، وأنا كمان ما رح أكل هلأ. إذا جعنا رح نخبركم، كلوا أنتوا. طيب ماشي. عن جد هالمكان مثل الجنة. ليك نزار دير بالك، الله يخليك، إذا قلت هالحكي قدام بابا فورا رح يقلنا تعوا عيشوا هون. تعرفي أنا بحبه لأبوكي. بعرف اليوم أنت الوحيد اللي كنت واقف معه. أبوكي في جواته شخص مجنون، أنتوا عم تتصرفوا معه وكأنه شخص صعب كتير، بس أبوكن مو هيك أبدا. صح هو متمسك بكتير من مبادئه وعنده مواقف ما بيقدر يتراجع عنها بالمرة، بس أنا عم فكر إنه مين بيقدر يعمل اللي عمله أبوكن اليوم الصبح. بابا صار هيك بآخر سنة، بس حتى لو هو ما عم يعترف، بس الست مريانا خلته كتير يتغير. تعرف أنا شوي اللي خايف منه؟ إذا الست ماريانا تخلت عن بابا عن جد راح يقضي بقية عمره وهو مكسور. طيب شو رأيكم نروح كلياتنا لعنده؟ لعند بابا؟ إيه؟ هو بده يضل لحاله، شو راح يقلعنا يعني؟ بصراحة هالفكرة منيحة. أنا بروح. وإذا تضايق؟ ما حدا بيتضايق من حدا حابب إنه يكون قاعد معه. أصلاً نحن يمكن غلطنا لأنه تركناه لحاله من الصبح لهلا. يعني نروح؟
منروح بدل ما نضل قاعدين هون وعم نتحذر شو صاير معه، منروح لعنده ومنشوفه أحسن. يلا. أهلا وسهلا أنور. الله يخليك، مساء الخير عمو جودات. أنور لا تقفل سيارتك، طالعين هلا. لوين؟ لعند البابا، نادي على روان مشان تنزل. عمو جودات بدلنا أنت على المكان؟ إيه يا ابني، بس سيارة واحدة ما رح تسعكم كلياتكم، أنا رح وصلكم. يعطيك العافية أنور. الله يعافيك. وهي روان إجت كمان، يلا. يه؟ لشو رح تعملوا؟ عم بيقولوا رايحين لعند البابا. يلا اطلعوا بسرعة، اطلعوا. يلا. كل من هاي كمان. شبك لسه ما دقت من هذا الصحن؟ ريتو ألف صحة وهنا. فيك تقلي شو هو السر يا معلم الياس؟ كيف حبيتوا بعض لدرجة تخليكم متعلقين ببعض هالقد؟ طول اليوم وأنا شايفكن عم تطلعوا بعيون بعض. يكون بعلمك رح أخسر هالمرة، بس كمان لازم أتعلم شي من حدا بيفهم. ما فينا نحكي من بعيد، تعا على طاولتنا مشان نحكي. أنتوا تفضلوا له. بس أنا صاحب المكان هون، شيل كاستك وتعال هون. يلا لشوف، جاوبي على سؤاله. مبين انه نحن منحب بعض، صار مارق 40 سنة ونحن مع بعض. ماشي، مرقوا، بس كيف مرقوا ومن وين بلشتوا؟ لما الياس خطبني ما كنت بعرفه من قبل، هو كان شايفني وبده ياني واجا خطبني واهلي عطوه. يعني حسب العادات، من دون ما تلتقوا تتعرفوا على بعض. ليش كان في هيك شغلات على زماننا؟ معناها رب العالمين عطاكن على قد نيتكن، اثنيناتكن طلعتوا بتشبهوا بعض وقضيتوا كل هالسنين وانتوا بتحبوا بعض. بالعكس، نحن مختلفين عن بعض كتير. اذا حدا منا قال هذا ابيض التاني بيقول عنه اسود، واذا حدا حكى شيء التاني بيخليه يسكت. طيب كيف ضليتوا مع بعض؟ تفاهم يا علي يحيى. طبعا تفاهم. اذا بدك تعيش مع حدا لازم تفهم علي، لما يحكي بتحكي ولما يسكت بتسكت، هيك لازم يصير. ولازم تشوف لون ثالث بين الأبيض والأسود، هاي هي كل القصة. إذا قدرت تكون هيك رح تمر 40 سنة مثل العسل ولآخر العمر.
منيح اللي لقيتك برا. لو انك قاعده جوا ما كنتي رح تفتحي لي الباب. ليش اجي؟ مشان نحكي. بس انا ما عندي شيء احكي معك بنوب. ما توقعت الامور توصل لهالحد. لكان شو توقعت؟ كنت مفكر اني عم بعمل شيء منيح. انت بتحبي الزلمه، وانا قلت لحالي اذا ساعدته شوي رح توقفي الحرب يلي ما اعلنتيها ضد حالك. هالزلمه منزل كل اغراضي وحاططهم عنده بالبيت. ايه، وبتعرف شو قال لي كمان؟ ماشي خلص لا تتزوجيني، بس بكره لما يجي الولد رح اخده منك. يعني ما رجعهم؟ شو هن؟ قصدي اغراضك. طبعا لا. ليش اخذتي بيت مفروش؟ شو يعني ليش؟ مريانا خلينا واضحين، عواطفك وعقلك عم يحاربوا بعض على طول. انت بتعرفي منيح انه طلع من هون رح تخليكي تبعدي عن علي يحيى، ولانه عقلك قالك روحي اخذتي بيت مفروش، وبنفس الوقت خايفة عواطفك تتحرك، مشان هيك تركتي غراض بهذا البيت. وهلأ انا حاسس عواطفك عم تتحرك لانه لساتك قاعدة بحديقة هذا البيت. هذا هو يا شباب. وانت ما رح تفوت؟ ما رح فوت. صبري رح يوصل رؤى على الجامعة هلا. فخرية ونجلاء لحالهم بالبيت رح ينشغل بالي عليهم. شكرا كتير عمو جودات، لا تأخذنا عذبناك. بس تطلعوا خبروني مشان اجي اخذكم. خلص منرجع مع عمي، انت لا تاكل هم. طيب يلا سلمولي عليه. رح ضل ادعي لكم الله يسهلها عليكم. تفضلوا تفضلوا. عمو الياس، شو ما تذكرتني؟ استنى لشوف لك. انت مسعود مو هيك؟ برافو. انور، والله انا كتير مصدوم بذاكرتك يا عمو الياس. ايه انا. ما شاء الله عنكم كلكم كبرانين، لسه امبارح كنتوا اولاد صغار. ايه كبرنا عمي وصار عنا اولاد صغار كمان. هاي مرتي روان. مرحبا. مرحبتين. وهي مرتي عمو ماتيلدا. مرحبا. شرفتينا يا بنتي. وانتي ما قلتي مين؟ انا شهيناز. هي اختي، انتي ما شفتها ولا مرة عمو، كانت عايشة عند خالتي، طبيعي انك ما تتذكرها. لا لا بتذكرها بتذكرها. علي يحيى كان يحكي عنها لدرجة انه ملامحها انزرعت براسي ولهلأ ما نسيتها، بس طلعت أحلى من اللي براسي. حتى أنا شايف إنها طالعة مثل أبوها أكتر وحدة فيكم. وأنا صهر الجديد عمو. شرفتنا يا ابني. عفوا. معناتها أنت الشرطي المجنون مو هيك؟ كأنه البابا حاكي لك كل شي. والله لا مو كل شي، أبوكم بيحكي بس عن هاي الشغلات. أنتوا بتعرفوا لأبوكم. عمو الياس البابا وينه؟ على طاولتنا. أنا ما قلت لكم بدي إياكم تتركوني لحالي يا أولاد. الياس حط لنا طاولة تانية وكم كرسي، لأنه أنا والولاد رح نشرب ونسهر سوا للصبح. لعيوني يا معلم.
وين أمك يا روحي؟ يا روحي أنا ها؟ يلا 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 خد هاي. بنتي ليش ما عم تاكلي؟ عم آكل أمي. لا مو مزبوط، مدري بشو صافني كمان. أمي أنت ليش صاير عم تعلقي علي؟ لأنه وضعك مو عاجبني بنوب هالفترة. طالما أبوكي وأخوكي مو هون رح أحكي اللي بقلبي. أنت عشقانة يا بنتي، قولي لشوف شو عم بصير؟ ما عم بصير شي أمي. ولي أنا فهمانة كل شي. في شي عم بصير وبدي أعرف ليش معندي وما عم تحكي لي شي. لأنه إذا قلت لك رح تصير تدققي علي أكتر، وأنا مو حابة يصير هيك أبدا. مين؟ أمي. انت حابة اخو لنزير ما هيك؟ ورقصتي معه بالعرس كمان. خلص امي. اسمعي، حطي عقلك براسك يا بنتي، بدي اياك تفكري منيح ولا تفوتي حالك بهيك قصة. اوعك تتوقعي مثل هيك شي يصير مشان بعدين لا تأذي حالك ولا تأذينا. ألو. نعم برهان، شو صار معك؟ بصراحة قلت عليك. أنا عند مريانا، صرنا ساعة قاعدين وساكتين. مزعوجة كتير؟ ما بعرف مزعوجة مني ولا من حالها. رح تدقلي بس تطلع ما هيك؟ بس ارجع على البيت رح دقلك، إذا كنتي فايقة بشوفك. ماشي يا قلبي، سلم عليها. شو قصدك يعني مزعوجة من حالي؟ حبيبتي مريانا، أنت عم تحاولي تلاقي تفسير لقصة أنك لهلأ ما انتقلتي، بس ما عم تلاقي. مو على أساس صعب تربي ابنك لحالك هون ولما تولدي رح يكون المشفى بعيد عنك، ومشان هيك بدك تسكني بنص المدينة؟ منيح علي يحيى أخذ لك كل أغراضك وحطهم عنده، شو فيها يعني؟ معقول ما فيك تروح تشتري غيرهم؟ أخذ البيانو كمان. بلا قلة عقل مريانا، عم تتحججي بشغلات مو محرزة أبدا. هالزلمة لانه حرامي ولانه خرفان. هالزلمة عم يحاول يعمل أي شي مشان يخليك توافقي تتزوجي، يعني بيحبك، بس هو بيحب وحدة ما عنده قلب، هي أنتي. الولد يلي رح يجي بيكون ابنكم، وأنتي عم تتصرفي كأنه ابنك لحالك. هيك بتكوني عم تسرقي منه حقه بالأبوة، وعم تسرقي منه حقه اللي بيخليه يخطط لمستقبلكم انتو ثلاثة مع بعض. وفوق هالشي عم تعملي كل هاد وانتي بتحبي. عن جد ما عم بفهم. أبي وأمي كانوا بالنسبة إلي أحلى اثنين متزوجين بشوفهم، حتى لهلأ ما شفت مرة وزوجة بيحبوا بعض لهالدرجة. بس إذا متذكر تركوا بعض، مع إنهم كانوا بيشبهوا بعض بكل شيء. أنت ما عم تتزوجي لأني خايفة من الفراق؟ إذا كنت حاسس إنه حلمك ما رح يتحقق، بيكون أحسن إنك تنسى من إنك تحاول تنفذه وينتهي. معناتها قصة انكم مختلفين عن بعض كانت حجة. لك بتعرفي مريانا، انت اكتر مرة بتخاف شفتها بكل حياتي، وانت بهالحالة بتكوني عم تخيبي لي املي. من وين جايبي هالضعف؟ انت مرة ناضجة واول مرة بحياتك بتحبي حدا،
وعم تحاولي تتهربي من الزواج لأنك خايفة من الانفصال. مزبوط، لو ما كان عندي هالحجج كنت رح أضيع حياتي. لو ما كان عندي هالحجج كنت رح أروح لعند علي يحيى وقل له موافقة أتزوجك. أصلاً منيح يلي عندي كل هالحجج، منيح يلي في شي موقفني، منيح اللي أنا وعلي يحيى ما منشبه بعض. برهان، برأيك اتزوجوا؟ تزوجي طبعا. انت بتعرفي امتى رح تموتي؟ انت مجنونة شي؟ طيب بتاخدني لعنده هلا؟ مريانا ديري بالك تغيري رأيك وانت عم تغيري تيابك. ها شايفتك رجعت. ايه رجعت، رجعت. شو عمل لما شاف الولاد؟ عصب منهم ما هيك؟ ما بتوقع، هو لما بيشرب بينبسط، اكيد بيكون بسط كتير لما شافون. لا تخافي. كتير منيح. ظهرك عم يوجعك، روحي ارتاحي. يعني ليش جاي تستقبليني على الباب كأنه في ضيف جاي؟ يلا فوتي ارتاحي. أنا كل يوم بستقبل اللي جاي وبودع اللي رايح، معقول يعني ما استقبلك لإلك؟ إيه، وين نجلة؟ ليك بالمطبخ، عم تجلي. وليش قال بوشيك؟ ما في شي. لا في شي، واضح انه في شي. هاتي لنشوف. شبه نجلة؟ ليش هي بتحكي؟ ما فهمت شي. كل ما سألتها بتتهرب. بقول لها شو قصتك انت يا بنت؟ ما بترد علي. رح تجنني هالبنت. نجلة صبية يا فخرية، نحن ما بصير نضغط عليها، هيك رح تعند اكتر. ليش شو عم بعمل؟ انا عم حكيها كلمتين وان شاء الله ما يكون الحكي فات من اذن وطلع من التانية. بابا أهلا وسهلا. شو إمتى رجعت؟ ما صار لي 5 دقايق. الفنجان الثاني لمين؟ هو إلي، بس خلي بابا يشربه. وأنت من إمتى صرت تشربي قهوة بمثل هيك وقت؟ إيه إجت على بالي أمي. إيه حاجتك؟ هلأ بتشربي قهوة بتضلي سهرانة طول الليل. ممنوع تشربي قهوة، لساتك صغيرة على هالقصص. أعطي لأبوكي لشوف. لك شبنا فخرية، طولي بالك، شو بدك بالبنت؟ كيف شو بدي؟ ما رح تشرب. خليها تروح تشرب عصير أو حليب، بس قهوة ما رح تشرب. لوين عم تطلعي إيمان؟ ولا شي، على بيوت كلهم كتير حلوين، بس يا ترى قدي حقهم؟ ما بعرف، بس اللي بعرفه إنه لو بيشتغل طول عمري ما فينا نسكن فيه. نزير انت ليش على طول متشائم؟ بكفي بقى، والله حلوة كتير. تاريكي ما عم تستني لحتى قلك زبطي حالك، يعني ما بدك مني قلك. لا تتمسخر برهان. مو مسخرة، انا عم قول الحقيقة. طالعة بتجنني، لا تخافي. لا مو حلوة. ليك هلأ انتبهت، رجعت مثل ما كنت قبل. كيف يعني؟
برهان، أنا كأنه بلشت صير بشعان؟ شو عم تحكي؟ انبسطت فيكم كتير، جيتوا وجبتوا الفرح معكم. بصراحة نحن يلي لازم ننبسط بوجودنا معك. شو عم تقول أنت مسعود؟ أنتوا أغلى شي عندي بهالدنيا. بس لما أنت طلعت من البيت كنت بدك تبقى لحالك. الآباء أحياناً هيك بيقولوا، بس بالواقع ما بدهم هيك، يعني ما بيكونوا بيعنوا هالحكي. عمو، بدنا إياك تسمح لنا نوقف جنبك لما تكون متضايق. الحزن بيعدي يا بنتي، حتى لو ما حكينا مننقل الحزن للي معنا. ألو. نعم. أمك على التليفون أحمد بيك. قلتي لي أمي؟ لا تحاوليها، ماني هون. مشغول. قلي لي طار أو تبخر. أمرك أحمد بيك. يلا سلام. والله رح يجنني هالزلمة، بده يموتني على بكير. أوه، أهلا وسهلا، شرفونا. مساء الخير الياس. ميت أهلا وسهلا يا خانو. كيفك عمي؟ طاولة لشخصية؟ لا ما بدنا طاولة، نحن جايين لعند علي يحيى بيك. وين حضرته؟ علي يحيى؟ إذا بتريدي ما عاد في شي ممكن نحكي مع بعض. أنا جاية لهون مشان أعتذر منك، بس كمان ما رح أترجاك.